يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم، برحب بيكم في حلقة جديدة من أنا وبنتي. الحقيقة الفترة الأخيرة دي بقى بيجي لنا رسائل كتير قوي مضمونها كده، هو إحنا ينفع نتجوز من طائفة تانية؟ يعني العروسة مثلا تبقى من الطائفة الأرثوذكسية والعريس من طائفة أخرى، أيا كانت الطائفة دي إيه؟ والسؤال ده بيتكرر بقى كتير من البنات ومن الأهالي تحديدا، ويمكن سيدنا اتكلم في النقطة دي كتير باستفاضة، لكن استوقفتني كده رسالة من بنوتة صغيرة، هي بعتة مش بتسأل سؤال ولا عايزة تعرف معلومة، هي عايزة تقول لي قناعاتها. بتقول لي أنا مرتبطة بشاب، هم صغيرين يعني في أوائل العشرينات، مرتبطة بشاب من طائفة تانية وما عنديش مشكلة خالص إن إحنا نتجوز، وإحنا الاتنين مسيحيين وإحنا الاتنين بنحب بعض وإحنا الاتنين متفاهمين، وأنا شايفة إنه مفروض الموضوع يبقى فيه مرونة أكتر من كده، و كاتبه بقى مبررات كتيره قوي قوي قوي. انا استغربت ان هي بعت الرساله، لانه الرساله ما فيهاش طلب مثلا، ما فيهاش سؤال، هي بعتها لي قناعتها، بس انا اعتقد انها كانت مستنيه مني اني ادعمها او ايد موقفها، وده بيقول انها برضو متذبذبه ونفسها حد يقول لها اه يا حبيبتي اللي انت بتعمليه ده صح ومظبوط وتمام، وانا بسندك وبدعمك وهكذا. لان هي في بدايه الرساله بتقول لي انا ببعت لك عشان انا عارفه انك انسانه متفتحه وهتفهمي كلامي. انا متفتحه وفهمت كلامك جدا، لكن انا مش موافقه عليه. شوفوا احيانا كده في بدايه العلاقات في سن صغير وقبل مرحلة الارتباط الرسمي، تبقى المشاعر هي اللي بتحركنا، الاتنين ما بيفكروش قوي في المستقبل ولا في قرارات اللي بياخدوها دلوقتي تبعاتها ايه في المستقبل، بيبصوا تحت رجليهم وهمهم ان هم يبقوا مبسوطين في الوقت الحالي، مش مهم المستقبل بقى هيحصل فيه ايه. لكن زي ما سيدنا علمنا كده، تعالوا نحلل من الناحية القانونية. قانون الأحوال الشخصية الجديد اللي هيطبق يعني قريباً، ما ينفعش ابدا ان الاثنين يبقوا مختلفين في الطائفه، لازم الاثنين يبقوا متحدي الطائفه والمله، يعني ما فيش اثنين مختلفين في الطائفه هينفع ان هم حتى يتخطبوا، تمام؟ ده من الناحيه القانونيه. من الناحيه بقى الروحيه، هو ازاي الزوج ممكن يروح كنيسه ويمارس طقوس ويؤمن بعقيده، والزوجه اللي عايشه معاه في نفس البيت تروح كنيسه تانية وتمارس طقوس اخرى وتؤمن بعقيده اخرى؟ طيب انتوا الاتنين متفقين ان كل واحد هيروح الكنيسة بتاعته، تمام. طيب لما تخلفوا بقى، الولاد هيروحوا مع ماما ولا هيروحوا مع بابا، ولا هيروحوا هنا شوية وهنا شوية ويطلعوا مشوشين ومش فاهمين حاجة؟ طيب في الأعياد هتعملوا ايه؟ هتحتفلوا ازاي؟ ده في احنا مثلا عندنا عيد الميلاد في الطائفة الأرثوذكسية مختلف في تاريخه عن الطائفة الكاثوليكية مثلا، هتحتفلوا ازاي؟ هتصوموا ازاي؟ طيب فكرة المذبح العائلي اللي سيدنا كان بيشرحها لنا الحلقة اللي فاتت، هتعملوها ازاي؟ هتقفوا تقولوا ايه؟ ما كل واحد عنده طريقة معينة في الصلاة وكلام مختلف بيقوله وأولويات مختلفة، هتعملوها ازاي؟ طب لو حصل ما بينكم خلاف، تمام؟ هتروحوا لأنهي كنيسة؟ كل دي أسئلة لازم نحطها في اعتبارنا كده وإحنا بنفكر نرتبط من طائفة أخرى، سواء كان الشاب أو الشاب، أنا بكلم الاتنين. فأرجوكم قبل ما تتعمقوا في العلاقات حطوا الأسئلة دي في أذهانكم، خلوها حاضرة، لو عرفتوا تجاوبوا عليها بإجابات منطقية هتعرفوا أنه حتى من غير ما يكون في قانون يحكم الموضوع، ما ينفعش اتنين يرتبطوا وهم من طائفة مختلفة. تيجي بقى واحدة تقولي، وده حصل فعلياً، بصي أنا متقدم لي عريس متعمد أرثوذكسي، مفيش مشكلة، بس هو طول عمره هو وأسرته بيروحوا طائفة تانية، بس إحنا هنكلل أرثوذكسي، وأنا بقى بعد الجواز هخليه يجي الكنيسة وهخليه يتناول وهخليه يخدم، وأنا وهو هننزل خدمة وعندها أحلام وردية. أنا جايلك من المستقبل بقى وبقولك إنه مش هيحصل. أنا بضحك لما حد بيقول لي كده الحقيقة، لأنه اللي متعود على كنيسة وطريقة صلاة معينة وتربى في كنيسة معينة مش هيغيرها، هيفضل طول عمره يروحها، وبالتالي بعد الجواز هتكتشفي انك مش هتقدري تعملي كده وتروح انت في كنيسة وهو في كنيسة، ويبقى الحال مش افضل حاجة. زي ما بندور في الجواز على التوافق الفكري والثقافي والاجتماعي والتعليمي، لازم كمان يكون في توافق روحي، توافق عقيدي، لانه هو ده اللي بيبني الأسرة. خلونا نبص شوية للمستقبل، ما نبصش تحت رجلينا. أرجو أن أنا أكون يعني قدرت أحلل بشكل بسيط الموضوع، كمان هنتكلم في الحكاية دي لأنها مهمة جدا مع سيدنا بعد الفاصل، وإحنا النهاردة كمان عندنا حلقة دسمة، وأعتقد أنه
في رسالة من ضمن الرسائل اللي هنقراها النهاردة على حضراتكم ليها علاقة بالموضوع ده، موضوع اختلاف الطوائف. فإحنا النهاردة هنحسم الأمر ونتكلم بشكل عملي، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طبعاً لأننا عندنا النهاردة حلقة مهمة للرد على أسئلة حضراتكم وكل الرسائل اللي بتجيلنا، وكمان هنستقبل مجموعة كبيرة من التليفونات. بيسعدنا ويشرفنا ويباركنا وينورنا دايماً وجود نيافة الحبر الجليل الأنبا بقولة مطران طنطا وكل توابعها. بعد الفاصل خليكم معنا.